موجبات الغسل متى يجب الاغتسال حدث ناي قدن سبنتو حسب اللوز بهال معاسي اسلام الكافر الكافر اذا اسلم لابد يغتسل حدث كستاناي نيرو وي دما خب اسلام وصا زنبر ناب اسلام تداات يو ناي قدن كحسبالو موت غير الشهيد اي انسان يموت لابد يغسل ويكفن الا الشهيد لا يغسل زموت سب كله بحد سمات زخون بزعبا ابدينو داتقالس زموت سب طراي تاريخو كل سب انت دعمويته كحسب الله المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تغتسل حنتي قال نستيت دم ما خاب نايد ديتا دم انت دع سريا ويدم ما خاب وليدا انت دع دم انت دع قديفو انت دع سريا كتحسب نايد الدنيا خروج المني من مستيقظ أو من ناعم إذا خرج المني لابد من الاغتسال نايزر فساس انت دع أوزي وحد سب دكيسو يخون ويدما مس انستمس تبعتي تقاران صوتان تدا ركب فصيموم زون كحصبالو الجماع جماع دك دك سبعين سبيتن زغبرو ركب مالتي سواء ركب. انزل او لو ينزل والله اعلم اذا سبزي اساسي يوصايو ويدما ايوصايو زي اتوم كلتيوم سبعين سبيتن تاك غبرلوم سبنتهم كحصبو يهبوم مالتي نعم.